في مثل هذا السن، ما هي الأسباب التي تعيننا على مواجهة الشهوة مع هذه الفتن المنتشرة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا واحد. ومن أسباب أيضا أن يبتعد الإنسان عن مشاهدة ما يثير الشهوة، لأن الإنسان بشر، إذا رأى ما يثير الشهوة عبر التلفزيون أو في بعض المجلات فليعرض عن هذا. ثالثا، أن لا يحدث نفسه كثيرا بذلك، بل كلما أحس فليتلهى عن هذا، يطالع بعض الكتب.